ومعنا اليوم ببداية فقراتنا سيادة العميد المتقاعد جودة الذكر. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد، يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم وجميع كل العاملين بالإخبارية، وإن شاء الله يكون هاليوم ذكرى طيبة وعطرة علينا، والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى والنصر للوطن سوريا الحبيبة بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. اليوم 6 أيار هو يوم مميز بتاريخ كل من سوريا ولبنان. خلينا نرجع لتاريخ هذا اليوم أكثر ونحكي عن ممارسات المحتل العثماني. الحديث عن يوم ذكرى يوم الشهداء قد يكون يعني جيد أن نحتفل في يوم ذكرى نخصصه كيوم عيد للشهداء، لكن ذكرى الشهادة لا تنتهي، لأنها دوما مرتبطة بوجود الإنسان، مرتبطة أساسا بالعقيدة والإيمان والروح التي تسكن هذا الإنسان. لذلك طالما هناك لدى الإنسان قدرة على الدفاع عن تأمين حقوقه والزود عنها دفاعا عن الظلم ورفض هذا الظلم مهما كان شكل هذا الظلم ومن أي طريقة أو من أي شكل جاء، فالشهادة هي طريق للحصول على العزة والكرامة. لذلك فنحن في احتفالنا أو تكريمنا للشهداء في هذا اليوم هو إعادة لتسجيل التاريخ، لنستمد منهم مشاعر نور تضيء للأجيال القادمة، لذكرى الشهداء في معارك ضد الاحتلال مهما كان نوع الاحتلال، وقد يكون الاحتلال العثماني من أسوأ الاحتلالات التي مرت على منطقتنا العربية ومارس أبشع أنواع الظلم ضد شعبنا العربي السوري في سوريا وفي الوطن العربي، وبالتالي انطلق يوم 6 أيار كعيد نحتفل به في كل يوم للشهداء. لكن قوافل الشهداء في سوريا على مر التاريخ لم تنتهي في يوم، طالما أن هناك أجيال تتوالد وطالما أن هناك رجال شرفاء لا يقبلون الذل والضيم لا لأنفسهم ولا لبلدهم. لذلك فقوافل الشهداء مستمرة، وعيد الشهداء بقدر ما هو عيد فرح يحمل جانبين، قد يكون أحيانا حزن على الفراق لكن هو بنفس الوقت فرح على ما تحقق من عزة وكرامة وشهامة للوطن وخلود لأرواح الشهداء. صحيح. الذين كرمهم الله قبل الإنسان فذكرهم في معظم كتبنا المقدسة واختلاف الأديان، فكان هناك تكريم للشهداء، واعتبرنا أن من قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا يستوي الذين يقتلون في سبيل الله الذين. لذلك جمعت الشهادة متناقضتين، الحياة والموت في آن واحد، هي الموت لهذا الجسد الفاني البالي الذي ضحى في سبيله و الشهيد، وروحه الطاهرة الزكية التي أشعلت لنا مشاعر نور كي نضيء للأجيال القادمة وكي يبقى الوطن في عزة وكرامة ونعيش نحن بأمان واستقرار، وبالتالي أن نزل هذا العدو الذي أزلنا وهذا المحتل الذي أزلنا ونطرده من أرضنا مذلولا مدحورا لنعيش بكرامة وأبا. نعم سيادة العقيد، خلينا نحكي يعني اليوم نحن دائما عنا إرادة عنا قوة، هي الإرادة والاستمرارية والقوة نستمدها من أمهاتنا، الأم يلي ضحت بابنها الأول والثاني والثالث والرابع أيضا، يعني مثال الأمهات السوريات. اليوم لكل أم شهيد شو بدنا نوجه لها رسالة من هي التربية، تربية العطاء للأرض وتقديم الأرواح فداء الأرض؟ يعني جميل حديثك، لأنه الأهم بالنسبة لنا هي أم الشهيد، وأنا والدتي والدة شهيد بكل فخر واعتزاز، أخي عقيد شهيد طيار، وكل طيارينا هنين يعني شو يعني قدموا تضحيات وبطولات نعتز فيها إضافة إلى باقي أفراد قواتنا المسلحة. فأمهاتنا هم عظماء بكل معنى الكلمة. صحيح. طبعا في التاريخ هناك كثير من الأمهات، نقول الخنساء، نقول أم عداء إلى آخره، لكن في ظروفنا الحالية وجدنا أن هناك أمهات في سوريا الحبيبة قدمنا شهيد، وأنا زرت أسر شهداء ب5 و7 شهداء وبكل عنفوان وكبرياء وبكل إباء تبقى تدافع وتضحي وتفتخر بشهادة أبنائها، وهناك أسر ما زال لهم في القوات المسلحة إضافة لأبنائهم الشهداء
عسكريين ما زالوا موجودين وهم مشاريع شهداء، فأمهاتنا هم مصدر فخر واعتزاز، هم من ربى هؤلاء الشهداء، هم من أرضعهم حليب الوفاء للوطنية والشجاعة. إذا كان شخص الشهيد تحتمل كل معاني الفضيلة، فالأم إذن هي مجمل هذه الفضائل، هي المروءة، هي الكرم، هي الشجاعة، هي الإباء، هي الحنان، هي العطف، هي الإقدام. عندما نضعف نلجأ إلى أمهاتنا لنستمد منهم القوة، فلذلك أمهات الشهداء هم عظماء في كل المقامات، هم عظماء في تربية أبنائهم، وهم عظماء في مواقف استقبال الشهداء. عندما كنا نشيع الشهداء وتستقبلنا أمهات الشهداء مع كل الأسى والحزن في قلوبها وفي عيونها، لكن كانت تستقبلنا بكل فخر واعتزاز، لأنها تعرف أن ابنها الشهيد، وأنا أدرك ذلك من والدتي. كان أخي يقول لها: نحن نضحي كي تبقوا أنتم بكرامة وعزة، وكي لا يصل الإرهاب إلى كل بيت في سوريا. لذلك فتحية لأمهات الشهداء إجلالا وأكراما لهؤلاء الأمهات العظماء، نعجز عن الحديث عن مقاماتهم وعن كبريائهم وعزتهم. دورهم لم يتوقف، أطال الله في عمرهم وأبقاهم على مثل ما بيقولوا على رؤوسنا، ليكونوا نبراسا للأجيال ولطبعا لأخواتنا من البنات، ليقتدوا بهم وليكونوا أيضا أمهات لأجيال جديدة من الشهداء إن كان في ذلك. يعني السوريين هم شعب محب للحياة، ولكن أيضا يقدرون معنى الشهادة والشهداء. خلينا نحكي عن قداسة الشهداء ومعنى الشهادة لدى السوريين. نحن نقول الشهيد جمع في شخصيته كل شيء. القائد الخالد لما قال: الشهداء أكرم ما فيهم بالدجر، إذا أعطاهم صفة الكرم المطلق، وقال: أنبل من في البشر، إذا أعطاهم صفة النبالة أيضا. ونحن نقول أنهم أشجع بني البشر، زملائهم طبعا، لأنهم هم أكثر إقداما وتضحية. والله في كتاب يقول: ويتخذ منكم شهداء. إذا ليس كل من يكون على الجبهة أو كل من يقاتل قد يكون شهيد، لكن الشهادة بقدر ما هي إرادة وتصميم هي قدر. لذلك فالشهيد هو إنسان عاهد الوطن فصدق، إذن هو صادق، وبالتالي قرر أن يستشهد فصمم، وبالتالي اجتمع بين إرادة التصميم لديه وبين القدر الإلهي في تحقيق الشهادة. فهذا الفعل المجبول بفعل الإنسان الذي يقوده عقل وإرادة، والفعل الإلهي لتقديس هذا الشهيد وتحقيقه للمعجزة ليكون للآخرين منارة، هو بالأساس معجزة كبيرة. فلذلك الشهيد هو ظاهرة تميز بها مجتمعنا العربي السوري لالتقاء صفتين. إذا كانت شهادة تجمع بين العقيدة الدينية الروحية وهي جانب معنوي والعقيدة السياسية، ففي سوريا وبكل فخر واعتزاز اجتمعت العقيدتان. فالعقيدة الدينية أدياننا مسلمين ومسيحيين تحص على الشهادة والدفاع عن الوطن والدفاع عن الكرامة، لأن الأديان تقول كل الشهيد هو كل من دافع عن ماله ودينه وعرضه ووطنه. ونحن الشهيد عنا يدافع عن كل هذه القيم دفعة واحدة، انطلاقا من إيمانه الروحي العقائدي، وانطلاقا من إيمانه الوطني بوطنيته. لذلك نحن اعتبرنا أن القوات المسلحة هي مدرسة للوطنية، وهي مدرسة للإباء، وهي مدرسة للشهادة. وهذا ما أكد عليه القائد الخالد حافظ الأسد عندما قال أنه نحن نبني مدرسة للشهداء، والشهداء هم مشاعل نور لنا وللمستقبل، حتى تبقى سوريا حرة أبية عزة عزيزة كريمة، ويعرف كل محتل مهما دارت الظروف ومهما طال الزمن أنه سيندحر بفضل إصرار وتضحية هؤلاء الأبناء الذين مستعدون في أي وقت لتقديم الشهداء. نعم سيادة العقيد، خلينا العميد سيادة العميد خلينا ننتقل ونحكي عن رفاق السلاح. يعني هدول الرفاق يلي بياكلوا سوا وبيتدربوا سوا وبيقاتلوا سوا، اليوم أي رفيق اللي هو صار أخو أخوات صاروا مع بعض بيفقد صديقه، بيفقد أخوه بأرض المعركة. خلينا نحكي عن هي الظاهرة قديش هي قاسية، ولكن بنفس الوقت قديش بتعطي قوة بأنه نحن بدنا نستمر وناخذ حق دم رفيقنا. كريمة أنا قلت لك من شوي ميزة القوات المسلحة أنها مدرسة للوطنية،
في كل جماعة عسكرية صغيرة، الجماعة قد تكون 10 عناصر وقد تكون وهكذا التسلسل العسكري، تجدين أن هناك شرائح المجتمع العربي السوري موجودين في هذه الشريحة. نذهب إلى أي نقطة من نقاط الجبهة، نعم، في الالتحام مع العدو سابقا العدو الصهيوني أو في معاركنا خلال 10 سنوات هي مع الإرهاب، في كل نقطة وفي موقع تجدي أن أبناء سوريا في كل منطقة متلاحمين متحابين، ووجدنا بطولات سطر أبطال كل فرد مستعد لأن يضحي بنفسه في سبيل الآخر. في كل ملحمة من ملاحم البطولة التي دارت سواء في سجن حلب، في مواقع مطار منيخ، في منطقة الغوطة، في أي منطقة في حمص، تجدي أن هناك مجموعة من الرجال الأبطال كل فرد مستعد لأن يضحي بجسده. فهذا المعني أن شخصية المقاتل الشهيد زاب الخاص في العام، فأصبح الوجدان الشخصي مدموج في الوجدان العام، أي أنه في سبيل أن أسطر شهادة لإسمي شخصيا أنا مستعد أن أفني الوطن وأفني دماء جميع الرفاق الزملاء. لذلك خلال معرفتي بالكثير من الشهداء وعاشرتهم أحيانا يعني عن قرب إضافة إلى أخي وزملائه، أعرف أن كل واحد منهم كان يحب الآخر محبته لأخيه من أمه وأبيه، وعاش معه قد تكون فترة أطول. وفي الحقيقة نحن العسكريين نعيش خارج يعني جماعتنا الأسروية البيئة الاجتماعية أكثر، فأي فرد من أفراد القوات المسلحة إن كان مجند أو متطوع، متطوع قد يخدم 30-40 عام وهو خارج أسرته، إذن هو في أسرة أخرى، هم من يتحسسون بآلامه، هم من يناغمونه بأحاديثه، هم من يفهمون مشاعره، إن كان لديه مشاكل هو من يطرحها لزملائه، وبالتالي الحياة الاجتماعية انصهرت مع إذابة كل العقائد، وبالتالي دمجتنا نحن الروح الوطنية، حب الوطن هو الذي جمعنا، وبالتالي التفاني في سبيل بعض هو الذي سيجمعنا، وبالنهاية أرواحنا ونقول دماؤنا هي التي الجامع الأكبر الذي ألم بنا أو جمعنا جميعا. عبر الزمن كانت سوريا محط أطماع الاستعمار، واليوم ما زالت أيضا تقدم الغالي والنفيس. أبطالنا على الجبهات بعدهم موجودين اليوم، كلمة أخيرة شو بتحب توجهها بهي المناسبة؟ سوريا دوما كانت مكان للأطماع، الموقع الجغرافي السياسي الديني الحضاري القيمي لسوريا عبر التاريخ، مهد الديانات مهد الحضارات مشهورة بالتضحية في سبيل سيدنا إبراهيم عندما قبل أن يحرق في النار في سبيل العقيدة، سيدنا المسيح عندما ذهب للصلب ويعرف أنه سيصلب وسيعاقب قبل وقت ذهب فداء للتضحية والفداء لتبقى الرسالة خالدة. فسوريا دوما سطرت هذه البطولات وهذه الشهادات. لذلك نحن عندما نقول أن سوريا دوما هي تتعرض، فنعرف أن سوريا هي معرضة نتيجة موقعها ورسالتها الحضارية الإنسانية على مر التاريخ، وأبناء سوريا كانوا دوما مقدامين في التضحية والفداء، وهم ليسوا بحاجة إلى توصية حتى نعطي توصيات، وليسوا بحاجة إلى نداء، لأن في تربية كل مواطن سوري هناك روح الوطنية وروح حب الوطن وروح الشهادة وروح الدفاع، لأنه يرفض الذل، يرفض الاستغلال من قبل الآخر، يرفض الظلم، يرفض أن يأتي أي محتل، إن كان تركي أو كان إرهابي أو إن كان صهيوني، أن يدنس أو يسيء إلى سمعة هذا الوطن. فلذلك نحن لن نعطي لهم أي توجيهات أو توصيات، وإنما نقول نحن سنقتدي بكم، ونكون أرواح الشهداء هي منارة لنا، دماء الشهداء هي دافع لنا دوما، أمهات الشهداء ونداء أمهات الشهداء سيكون دوما الزاد. في الحرب العالمية الثانية هناك نداء للأم الروسية التي قلبت ميزان الحرب العالمية الثانية، ونحن صرخة أمهاتنا وصرختهم آبائنا في تربية أبنائهم، لا ننسى الآباء أيضا طالما تحدثنا عن الأمهات، لأن الأسرة تقوم على الأب والأم، فأيضا آباؤنا كان لهم دور في تعزيز روح الرجولة والشجاعة والشهامة وحب الوطن. فأبناؤنا المقاتلين حاليا في صفوف القتال هم دوما مقدامين ويتمتعون بروح عالية، وعاهدوا الله والوطن، ونحن في بداية نقول نعاهد الله
والوطن، أن ندافع عن الوطن في البر والبحر والجو، وهذا العهد موجود دائما لدى كل مقاتل. طبعا المقاتل يستمد روحه المعنوية من وقوف الشعب، وقوف المواطنين خلفه، من دعمه، من رعاية أسر الشهداء، من الاهتمام بأسر الشهداء، من تقدير مكانة وعزة وكرامة كل أسرة شهيد وكل مواطن، وهذا بيعطي زاد الاهتمام من قبل القادة أيضا بالغدو. يعني نحن نعرف زيارة السيد الرئيس لمواقع المتقدمة من الموجود فيها مقاتلين، سواء في حمص، سواء في إدلب، سواء في الغوطة، تعطي مقاتلين دفع كبير، تعطيهم روح معنوية عالية للتضحية والاستمرار في النضال حتى تحرير سوريا من آخر إرهابي أولا، وتحرير سوريا آخر شبر، ولن نتزازل عن أي شبر إن كان موجود محتل أمريكي أو تركي أو صهيوني. فسوريا على مر التاريخ هي عزيزة كريمة أبية، لا تقبل الضيم ولا تقبل الانحناء لأحد. نعم، نحن بدنا نقول لك شكرا كثير على هالصباح الجميل، والله يرحم جميع شهدائنا ويرحم اخوك وخليلك والدتك يا رب، وخليلك عائلاتك، ودائما نحن فخورين بابطالنا. شكرا كثير لك سياده العميد المتقاعد جوده الذكر، اهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا للفريق معكم، وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. ونقول من جديد الرحمه للشهداء وتحيه لاسرهم ولمحبينهم ولكل من يسير على دربهم لتبقى سوريا حرة أبية، والنصر لسوريا بإذن الله. مهما عانينا من صعاب وضغوطات وحصار وعقوبات، فسوريا ستصمد وستنتصر. أكيد، شكرا كثير. وتحية للجميع، للجيش العربي السوري ولأفراده، قيادة من القائد السيد الرئيس بشار الأسد إلى أول عسكري على أينما كان موجود. نعم. وتحية لجميع العاملين والشرفاء الوطنيين في كل مواقع العمل. نعم. أهلا، شكرا كثير لك. شكرا كثير.